السلام عليكم وصباح الخير عليكم من سان بيدرو في دولة غواتيمالا. ان شاء الله اليوم نهار جديد غادي نكتشفوا فيه مدينة اخرى. غادي نمشيو غادي نتحركوا من هاد سان بيدرو هادي باذن الله. غادي نخليو هاد الديكور هذا من مورانا وهاد بحيرة اتيتلان اللي تعتبر واحد من اجمل البحيرات اللي كاينه في العالم. غادي نغادروها اليوم. جلسنا مدة ديال 4 ايام، هادشي كافي باش تشوف فيه اي بلاصة هنايا وتعرف اي حاجة. واللي ننصحك به انك الا كنتي مسافر ما تجلسش في لي زوتيل، ما تجلسش مثلا في لي هوستلز، حاول تجلس في الهوم ستيز. الهوم ستيز يعني تكون الناس ديال صحاب المدينه وديال صحاب الدوله تكونوا فاتحين الديور ديالهم ودايرين واحد البيت تجلس معاهم بواحد الثمن رمزي وكتاكل معاهم وكتعيش معاهم وكتعرف الناس كيفاش تعيشوا. تنصحك به هوم ستي، ديما هوم ستي. غادي نبداو الفلوغ ديال اليوم وغادي نشوفوا بلاصه واحده اخرى مازال تابعنا واحد 300 كيلومتر. غادي نمشيو واحد البلاصه جديده غادي تعرفوها من خلال الدقائق المقبله باذن الله. المهم اللي بغيت نقول اخوتي، هذا راه ماشي صليب، هذه راه بوصله وهذه خريطه ديال العالم. ها هي راه ماشي صليب، لان بزاف ديال الناس يكتب لي في التعليق خويا واش هذاك صليب، خويا واش هذاك صليب. لا ماشي صليب، هذه بوصله وخريطه ديال العالم، كومباس وورد ماب. نبداو على بركه الله، نتمنى انكم تكونوا بخير على خير، نتمنى من الله عز وجل يحقق لكم هذاك الشيء اللي كتمناه، ونتمنى من الله عز وجل ييسر لكم جميع الامور ديالكم. وربما ربما ربما و 100% متاكد بان يوم من الايام غادي تكونوا في هذه البلاصه هذه، ونتمنى من الفلوقات ديالي يكونوا تنفعوكم. بلا ما نطول الهضره بزاف، يلا نمشيو. مازال تبعنا واحد، نشدو باطو في باطو مزيان، نشدو كار ماشي شي كار واعر، ولكن زيد تسمى تشيكن باص، واعر بزاف. تشيكن باص. يلا نمشيو على بركة الله وغادي نشوفو هاد الشي كي غادي يكون. ولكن أول حاجة غادي نمشيو وغادي ناخدو، غادي نشدو الباطو. We have to put our backpacks right there. Hola señor. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú? Sí, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo hay un chiquito? Hola. Oh. Can't go first. ¿Mag ik jou helpen? دابا غادي نمشيو لغواتيمالا سيتي. فرانسي السينيور غادي نمشيو لغواتيمالا سيتي. شوف النهار تيمشي غير في الباص. طلع هبط. هلا سينيور. يلا دابا وصلنا لغواتيمالا سيتي. عرفتي يلا دخلنا العاصمة، راك عرفتي تكون العاصمة، الدنيا عامرة وبشر بزاف. دابا خصنا نمشي لواحد البلاصة سميتها ليتيغوا باص ستيشن. ليتيغوا باص بحال تكون حنايا كراج علال ولا تكون درب عمر ولا شي حاجة. المهم هاد البلاصة هادي تتسمى زونا اونو، وتما فهاد زونا اونو كاين واحد ليتيغوا باص ستيشن. ورا ليتيغوا باص ستيشن غتشدو عاوتاني واحد الباص واحد اخر. المهم تمارة ديال بصح، عرفتي هاد الباص هذا اللي جينا فيه دابا مؤخرا؟ أرى الحماقة خويا، العذاب، الله حتى العذاب. الطريق اش نقول لك، كاين طريق كفال كثير من المنعرجات، والمشكلة هذاك المنعرج راه ضروري خصك السرعة خصك تخفض منها، ولكن بناء هذاك الشيفور السرعة ما تينقش منها كاع، تتم غادي باش جاي باش داير، عرفتي تحس بالكرش ديالك، الكرش تولي لك هنايا. والحمد لله ملي وصلنا بخير وعلى خير. دابا راه يلاه مشات فهم كتقلب على الطواليط، وراه حنا غادي نشوفوا كيفاش غادي نوصلوا لتيكوا. كاين بزاف ديال البلايص، اما غادي تمشي بالمترو ستيشن، تمشي بالمترو ولا غادي تمشي بالطوبيس. المهم حنايا اللي كانت قضيه مسلكه غادي نمشيو. دابا راه 3:30 ومازال تابعنا شي 150 كيلومتر واحد اخر.
وسائل النقل العمومي اللي شفت حياتي شفتهم حاليا في غواتيمالا. في الاول ملي كنت في الهند كنت اسحب بان وسائل النقل عندهم تما خايبين. هي في الهند ماشي شي وسائل النقل واعرين بزاف، غير هو كتخلص تاخذ هذيك الوسيله، مثلا كتاخذ وسيله ديال النقل على حساب الفلوس ديالك، كانت عليك فلوس بزاف كتخلص غادي تمشي في الدرجه الاولى ولا الدرجه الثانيه، المهم كتخلص هنايا ربما كتخلص غالي وكتمشي في واحد الحاله خايبه بزاف. دابا يلاه كلينا نهار كامل، نهار كامل مشينا غير في الترونسبور. النهار هذا مشى غير في الترونسبور، مازال تابعنا واحد خمسة سوايع عاوتاني، ولكن الحمد لله قطعنا التيكي. يلاه كلينا، هي العاصمة غواتيمالا سيتي راه ديال الصحاب ديال الصح. دابا غادي نرجعو، انا غادي نصور لكم شوية هنايا في غواتيمالا سيتي. الناس شادين الصف باش يركبوا في الطوبيس هنايا، ها هو الصف هذا كامل اللي كتشوف، حتى هما في الطاكسي عندهم تيركبوا ستة، ولكن ماشي طاكسي كبير، طاكسي صغير تيركبوا فيه ستة ديال الناس، جوج القدام وأربعة اللور بحال المغرب. غير في المغرب تيركبوا في طاكسي كبير ستة، أما هنايا في طاكسي صغير طاكسي كبير كلشي. الشكارة ديالك باش تطلع. Is he going to check back? صباح الخير عليكم. البارح بالليل وصلنا لواحد البلاصه سميتها بورتو باريوس. تعطلنا بزاف، كنا من هذه البلاصه هذه كنا باغيين نشدوا الباطو غادي نمشي لواحد البلاصه سميتها ليفينغستون، ولكن ملي وصلنا البارح معطلين بزاف بزاف، يعني ما كانش الباطو، اضطرينا اننا نجلسوا في هذه البلاصه هذه. اول حاجه كانت صعوبه باش تلقى شي بلاصه فين غادي تنعس، عينا ما نقلبوا بالليل حتى جاب الله هذه البلاصه هذه اللي جالسين فيها، مخلصين فيها 100 درهم للبيرسون الواحد، مخلصين 90 كيتزاليس للشخص الواحد. عاد لقينا هذه البلاصه هذه، احنا جلسنا في هذه الليله هذه الحمد لله، ودابا واحد شويه غادي نشدوا الباطو غادي نمشيو ليفينغستون. هاد بورتو باريوس معروفه بالدعاره، معروفه بدور دعاره بروستيوشن، معروفه بها بزاف. اللي البارح بلي ملي وصلنا كانت شويه الامور شويه خطيره، تيبان لك بنادم شويه سكران، تيبان لك شويه بنادم غادي يقضي الغرض ديالو، تيبان لك بزاف بزاف ديال الحوايج عليها ما بغيتش لا نصور له والو، من ناحيه ديال السلامه ديالي، من ناحيه ديال السلامه ديال الماتيريال اللي عندي، سواء من البي سي ولا من الترايبال ولا من الكاميرا ولا من البورتابل، بزاف ديال الحوايج. يعني اضطريت كاع داكشي اللي تيبان غالي اضطريت نخبعو في الشكارة عندي، مثلا الكاميرا ولا البورتابل تنخبعهم في الشكارة، وديك الساعة كتمشي عادي. ولكن الحمد لله كلشي داز بخير على خير، ما طرات حتى شي حاجة، الحمد لله ونشكرو على هاد النعمة هادي. دابا يلا فقنا نهار جديد عاوتاني. شوف داز لينا النهار كامل البارح، كامل داز غير في باطو، من الباطو داز في كار، من الكار عاوتاني داز في كار، وحنا يلا وصلنا. اللي بغيت نقول لك من هنايا، بغيت نقول لك انك الا كنت في غواتيمالا ما تعولش على النقل العمومي، النقل العمومي ديال الدوله. مثلا الا كنتي باغي شي بريفي هذاك الشيء تيعتمد على الفلوس ديالك، ولكن الا كنتي واحد المسافر ديال صحاب تكلفه المنخفضه ما تعولش مثلا على النقل العمومي بزاف. علاش؟ لان النقل العمومي غادي يقول لك مسافه من مثلا من غواتيمالا سيتي لبورتو باريوس 4 ديال السوايع 5 ديال السوايع، ضربها في جوج، الا قال لك 4 ديال السوايع تعرف بانها 8 ديال السوايع، الا قال 5 ديال السوايع تعرف بانها 10 ديال السوايع. علاش؟ لان هنايا النقل العمومي عندهم عيان بزاف بسبب ديال الطرقان وبسبب ديال الجوده ديال الحافلات، وحتى نقول لك الشوافر يعني السائقين ديال الحافلات حتى هما شويه الكلمه المناسبه باش نقولها لكم هي متهورين بزاف، يعني تيتم غادي بواحد الفيتاس خيالي، غير الله يحفظ وصافي، الله عز وجل تيسترنا وصافي. هادشي اللي غادي اللي ممكن نقول لك. وراه كما قلت لك راه كان في الاول كتسحب بان الهند هي اخيب بلاد بالنسبه للنقل العمومي، ولكن لحد الان الراي ديالي تبدل، تنقول لك بان غواتيمالا هي اخيب دوله واسوء دوله من ناحيه النقل العمومي. شوف الراي ديالي دابا تبدل، وعليه هذا هو الهدف من السفر. السفر ديما تخليك ان الاراء ديالك تتبدل، الرؤيه ديالك للبلدان حتى هي كتبدل. واخا باش ما نطولوش بزاف من هنايا واحد دابا يلاه 10:30 الصباح،
لان واحد شويه غادي نفطروا غادي نشدوا الباطو غادي نمشيو للبلاصه اللي بغينا ليفينغستون. وهاد البلاصه هادي راه ما فيهاش جبال وما فيهاش مثلا الانهار، فيها الشاطئ، يعني بلاصه ساحليه. باش بلا ما نطولوا بزاف يلاه نمشيو. عرفتي راه كاينه الشمس وشويه ديال الرطوبه وكاع الحوايج ديالي توسخوا، عاد خصني عاوتاني نصبنهم. نمشيو على بركه الله. عاوتاني الناس هنايا المظهر ديالهم ما تقولش بانهم من غواتيمالا. الا كنت تشوف الناس هنايا غادي يقول لك بانه ربما من راه يجيبك الله بحال تقول انا في شي دوله افريقيه. علاش؟ لان هنا الناس البشره ديالهم سوداء ومبدلين بزاف، مبدلين على الحضاره ديال مايا، مبدلين على اللاتينوس بزاف بزاف. نشوفوا من فوالاه كوانتو ايز؟ Con frijolito vale 5, con pollo 15 y con carne 20. Sin carne. Carne sin nada. Sin nada. 4. 4. De queso, ¿cuánto es? Serían 5. 5. Oh, no, queso. Una solo con queso para llevar. Solo con queso, sí. Gracias. أول ملوي ديالهم هنايا. الا بغيتي بالفرماج تاخذ بخمسة، خمسة كيتزاليس يعني خمسة ديال الدراهم، بغيتي عادي تاخذ ربعة، بغيتي بالدجاج ولا شي حاجة راه كتزيد كثر. ولكن خديتها بلا الدجاج غادي ناخذ ياسين غير بالفرماج، الفرماج ديال بخمسة. ناهل ما يمشي اللغة الإسبانية بديت نتقدم شوية، واخا تتكرفس عليه من ناحية ديال النهو ومن ناحية ديال التركيب كلشي تتكرفس عليه. أنت شوف الناس هنايا كي دايرين، ملامح وحدة أخرى سبحان الله العظيم. وبعد غادي نشدو الباطو. The living stone. يلا وصلنا للبلاصة ديالنا هنايا في ليفينغ ستون. واحد البلاصة واعرة واعرة بزاف. حتى هاد البلاصة هادي بغات بحال شبه جزيرة. توحش هاد الجو هذا والله، إلا توحش تسكن في هاد البلايص هادو بحال ما تشكاو بحال هادو. راه هي فامكة، هادي فامكة. شوف البلاصة هنايا كي دايرة. هاد البلاصة هادي مخلصين فيها 13 اورو، ثلاثة ديال الناس، ثلاثة ديال الناس 13 اورو. عندك واحد البيت ديال ثلاثة ديال الناس 13 اورو كتعطيك هاديك 150 كيتزاليس. المهم هي هادي البلاصة، مازال شي حاجة نقية. أنا غادي نديكم واحد الدور تشوفوها كي دايرة. البلاصة هادي مازال غادي نكتشفوها أكثر في الفلوقات الجايين، ولكن أول حاجة راني مدقدق مدقدق بزاف، خصني ضروري نمشي نرتاح شوية باش نرجع. المهم ها انتهي هادي البلاصة، شوف كي دايرة. عندك السكنة هادي هنا، كاين تما كاين بحال البار، بغيتي تاكل ولا تشرب شي حاجة. كاين التواليت، التواليت الدوش، يا التواليت الدوش مشروكين. أنا غادي نوريهم لك. المهم بلاصة زوينة، هنا كاينين التواليتات والدوش. هنايا عاوتاني كاين طواليط ودوش على ما تنظن، يا كاين هنايا داكشي. عندك الاحساس ديال راك في الجزر. المهم كما شفتو ليفينغ ستون فيها واحد الناس عاوتاني مغيرين، ماشي بحال الناس ديال المايا، ماشي بحال الناس ديال غواتيمالا. غادي نعرفو القصة ديالهم كيفاش انتهاو هنايا في الفلوقات جايين بإذن الله. يلا غادي نمشي نضرب واحد النعسة مزيانة، غادي نرتاح.
شكرا لكم بزاف، شكرا على التعليقات ديالكم على المشاهدات، ونتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى لكم الحياه السعيده، ونتمنى لكم اي حاجه كتمنوها في الخاطر ديالكم. يلا السلام عليكم.